بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء عندي التابع الرئيسي اللي هو أردوينو اللي راح نضيفه على مكتبة الماتلاب. وظيفة هذا التابع استخدم الأمر أردوينو بورت اللي مثل ما شفنا امبارح الكوم 6 الكوم 7 إلى آخره، مع تحديد الاسم الصحيح للمنفذ كمتحول نصي، ليبدأ الاتصال ما بين الماتلاب والبورد وإنشاء الكائن الخاص بالأردوينو في الورك سبيس اللي هو مثل ما هو موضح هو الـ A. تعيين نمط الأرجل، يعني البين هل هي input أو output. التابع بين مود راح يسمح لي بأني أحدد أرجل الإدخال، بينات الإدخال وبينات الإخراج. بالكتابة a.mood بين مود رقم بين رقم البين string اللي هي بتعبر عن input أو output. القراءة والكتابة الرقمية من خلال التوابع digital read و digital write. digital read راح يرجع لي قيمة إما 0 أو 1، والديجيتال رايت راح أكتب أنا 0 أو 1 هاي أو لو. القراءة والكتابة التماثلية، القراءة والكتابة التماثلية بتتم استخدام الأمر analog read أو analog write. عندي الانالوج ريد راح يعيد قيمه مجالها من 0 ل 1023، يعني 1024 المجال كله. والانالوج رايت بين فاليو، الفاليو اللي بيكتبها محدوده ضمن الرينج من 0 ل 255، ومثل ما شايفين انالوج فاليو البين والقيمه اللي بدي اكتبها. مثلا لو كتبت انالوج رايت 11.90 سيت بين 11.90، 90 هي قيمه انالوج. قطع الاتصال هون ما عندي ضرورة مثل ما شفنا بالمنفذ التسلسلي اعمل اف كلوز اف اوبن مباشرة. اردوينو بورد ديليت اي انحذف الاوبجكت الخاص بالاردوينو. بعد قطع الاتصال بالمنفذ التسلسلي البورد يصبح متاح الاتصال عن طريق بيئة اخرى. مثل ما ذكرنا كمان انا هون لما اتصل بالاردوينو عن طريق الماتلاب ما في عندي امكانية انه اتصل مثلا عن طريق برنامج اللاب فيو مع البورد. خلص البورد صار محجوز للماتلاب، وبنفس الطريقة ما عندي إمكانية لأوصله مع أي بيئة تانية. الجزء العملي قبل ما نبلش رح نشوف كيف ممكن نجهز بيئة الأردوينو. أول شيء رح نشوف كيف ممكن نجهز الأردوينو ليتم برمجته من الماتلاب. هلا أنا عندي الأردوينو مجهز، مشان هيك راح غير راح ارفع هذا البرنامج على الاردوينو اللي نفذناه امبارح اللي هو تبع التحكم بالمحرك. تمام. هلا لو حاولنا انه راح نحاول نعمل اتصال مع الاردوينو A تساوي، خلونا اول شيء سكرنا البيئة. اوكي لو كتبت arduino.com 6
لاحظ attempting connection لاحظ warning unsuccessful read a timeout occur before the terminator was reached وبالتالي error using Arduino أعطاني خطأ بالروبوت مع الأردوينو. هذا الشيء لأنه دارة الأردوينو مو مجهزة للروبوت، مشان هيك رح أرجع وارفع ملف اللي ذكرناه المسؤول عن ربط السماح بربط الماتلاب مع الأردوينو بشكل مباشر. تمام، هلا صار عندي الأردوينو جاهز للربط مع الماتلاب. لو رجعنا على الماتلاب ورجعنا كتبنا أردوينو كوم 6 attempting connection warning نرجع نتأكد من الحزمة verify okay upload done uploading okay نجرب نجرب هلا نكتب Arduino com 6 تمام. هلا تم نجاح الاتصال ما بين الاردوينو basic input output script detected arduino successfully connected
A Arduino object connected to COM 6 board, basic input output server running on the Arduino board. عندي digital pin 2 و3 و4 لل الى اخره هون currently انه لسه ما حددتهم input والoutput. عندي servo ممكن تمام. عندي الخيارات هون كل الخيارات موجودة بالإضافة إذا عندي محرك دي سي ممكن انكودر إلى آخره. عندي خيارات كتيرة. طيب بس أحذكر أول شيء كيف قمت إضافة الأردوينو لمكتبة الماتلاب. عند أي شخص ممكن راح يكتب أردوينو راح يعطي خطأ، الأردوينو مو موجود لأنه بالمكتبة. فبإمكاني أنا من خلال أوبن راح اروح على الباكج اللي حملتها arduino.m هذا التابع arduino.m بيكفي اني مره واحده اعمل له run change folder. بمجرد تشغيله لمرة واحدة راح يتم اضافته لمكتبة الماتلاب، راح يصير عندي امكانية لاستخدامه. صار بامكاني اكتب help arduino يطلع لي شرح الاردوينو. This class defined an arduino object. اسم المبرمج August 2012 MathWorks. عندي مجموعة تانية من الملفات اللي ممكن نحملها من موقع MathWorks اللي بتساعد على الانبوت والاوتبوت، رح نشرحها هلا. رح نشوف كيف ممكن نعمل كل الخيارات. هلا صارت عندي دارة الاردوينو جاهزة للتبادل المعطيات وبرمجتها من خلال الماتلاب مباشرة. صار عندي إمكانية للتحكم والإدخال والإخراج. خلونا هلا ناخذ مجموعة من الأمثلة التوضيحية كيف ممكن استفيد من الربط ما بين الماتلاب والأردوينو وبرمجة الأردوينو من خلال الماتلاب مباشرة. المثال الأول بجلستنا اليوم والخامس بالورشة رح نشوف الإدخال كيف ممكن أدخل قيمة رقمية. الدارة الموضحة سويتش اللي هو البوش بوتوم، مقاومة موصلة على الأرض، دارة بسيطة مثل مبين بوش بوتوم تغذية. هون القيمة المنطقية اللي راح يتم إرجاعها بحال كان مغلق البوش بوتوم راح يرجع لي 1 منطقي، بحال كان مفتوح راح يرجع لي 0 منطقي. وتقريض وعن طريق الديجيتال ريد هون رقم البين راح أتمكن من تحديد القيمة اللي عم يرجعها أو تحديد وضع البوش بوتوم هل هو open أو close. بنلاحظ من سطر الأوامر بالماتلاب إذا كتبت A dot digital read والبين الرابع قراءة الرقمية تنفيذ التابع عند عدم الضغط على الزر رح يرجع لي قيمة 0، تنفيذ التابع عند الضغط على الزر رح يرجع لي قيمة 1. خلونا نجرب ننفذ هاي الدارة. دارة بسيطة عندي البوش بوتوم
راح أوصله على البين 8 عندي التغذية والتقريض. هذا البين عندي هون التغذية 5 فولت وعندي نهاية المقاومة على التقريض. هيك صارت الدارة جاهزة. رح اكتب A تساوي Arduino com 6. حننتظر لينتهي الاتصال. طيب راح اتاكد اذا الام موجوده. تمام، هلا تم الاتصال مع دارة الاردوينو. عندي الاي دوت بين مود اللي راح احدد فيها انه البين 9 او عفوا 8 هي انبوت. هلا صار عندي البين 8 جاهز ليستقبل معلومات ويدخلها على الماتلاب. دوت ديجيتال ريد 8
لاحظوا عندي البوش بوتوم مالي ضغطه، راح رجع لي قيمة صفر. لو ضغطت هلا البوش بوتوم رجع لي قيمة واحد. راح نجرب مرة تانية، مو مضغوط هلا، رجع لي قيمة صفر. لو ضغطته ورجعت نفذت راح يرجع لي واحد منطقي. هي مثال بسيط على الإدخال الرقمي على الحاسب. ديليت A، حذفت الأوبجكت الخاص بالأردوينو. رح ناخذ مثال تاني على الإخراج الرقمي ديجيتال رايت. رح شوف كيف ممكن أخرج مباشرة قيم رقمية لإضاءة للدات. رح هلأ نكتب شوية أسطر برمجية نشوف كيف ممكن نستفيد من الماتلاب ومن لغة الماتلاب للقيام بعد الشيء. أول شيء رح جهز الدارة. اكتب القيم الرقمية على بين 2 او 2، تمام. و 3 و 4 5 و6. رح وصل التقريض، هو ما حاط مقاومات بالدارة، ما في مشكلة. هيك الدارة اكتملت، والبنات هي 2 و3 و4 و5 و6. رح نكتب برنامج بسيط. أو أول ما أكتب برنامج رح نطبق بشكل مباشر A تساوي Arduino كوم 6. هيك صار عندي الأردوينو مجهز للاتصال. عندي A دوت البين مود عندي البين 2 هي أوتبوت، والبين 3 أوتبوت، والبين 4 أوتبوت، والبين 5، والبين 6. ديجيتال رايت اكتب على البين 2. لاحظوا مباشرة اعطاني اردوينو اوبجكت. ممكن مور هيلب يشرح لي كيفية التنفيذ. تابع. Arduino digital write bin value perform digital output on a given bin. وموضح بمثال كيف ممكن هذا الشيء يصير.
ملاحظ انه ادخلت اثنين اخرجت اثنين منطقي على البين اثنين واحد منطقي اشتغل، لو نفسه خرجت صفر منطقي طفى، واحد منطقي اشتغل صفر منطقي طفى، ممكن على ثلاثة اخرج واحد منطقي صفر منطقي، ممكن عليهم كلهم اخرج واحد منطقي تمام. هلا ديليت A، رجعت حذفت الأوبجكت الخاص بالأردوينو. خلونا هلا نكتب برنامج بسيط نشوف كيف ممكن نستفيد من البرمجة بالماتلاب وبلغة الماتلاب لإنجاز الربط مع الأردوينو وبرمجته. أول شيء أردوينو A تساوي أردوينو كوم 6. هلا راح احدد انه عندي البين مود، عندي الاثنين اوتبوت، عندي الثلاثه كمان نفس الشيء، والاربعه والخمسه والسته. هلا حستفيد من حلقة فور اي تساوي من الواحد او من الاثنين للستة. هذا الشيء كان كنت ممكن استفيد منه بتحديد نمط الارجل، هلا بشوفه كيف بنشرحها. اي دوت ديجيتال رايت اي فاصلة واحد منطقي، كان ممكن ضمن جسم الحلقة فور اكتب بين مود اي فاصلة وحط له دغري انه هي اوتبوت. وبنهاية تنفيذ البرنامج ديليت ايه، وعند كل تنفيذ الحلقة اعمل لي ايقاف بوز واحد ثانية مثل الديلي بالسكيتش تبع برمجة الأردوينو. هون عندي تابع بوس واحد 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 ثانية، هون الواحد واحد ثانية وليس ميلي سكند، هون واحد سكند. هلا إذا شغلت رح يطلب مني أحفظ الملف، رح أحفظه باسم ديجيتال أوتبوت change folder نلاحظ بلش تنفيذ التابع. شوف هلا شو راح كيف راح يتنفذ. نفذ بلشت تنفيذ ملف السكريبت، لاحظ عم يشعر واحد واحد. بعد ما عمل ديليت طفوا كلهم، راح ارجع نفذ مره ثانيه. طيب قبل ما رح خليه هلا قبل ما يطفوا كلهم مع بعض من خلال ديليت ايل يعني مسكر الاردوينو بالكامل، حلو اف اي تساوي 6 افتح لي حلقه جديده اي تساوي من 6 ل 2 اطفي لي اخرج لي صفر منطقي وبالتالي راح يطفو اند
عفوا هون عندي آية حاطية. عندي لسه بدي اند للاف. هلا لما تصير قيمة الاي الاي 6 راح ينفذ لي تشغيل، بعدين راح يطفيهم كلهم، بعدين راح ينفذ. لاحظ شغل اول، شغل الثاني، الثالث، شغل الرابع، شغل الخامس. هلا صار الاي تساوي 6. في مشكلة بالكتابة. اي تساوي 6، 4 جي من 6، حدد له الخطوة ناقص 1، جي ديجيتال رايت 0، نجرب مرة ثانية. تمام، نلاحظ بلش يطفي 1 1. هرجع نبدأ مرة تانية. حاول يعمل اتصال. أول شيء انشأ الاتصال مع الاردوينو، بعد انشاء الاتصال شغل أول، شغل الثاني، شغل الثالث، شغل الرابع، شغل الخامس بشكل معاكس، طفى الأخير، طفى اللي قبله، طفى اللي قبله، طفى اللي قبله. تمام، بنلاحظ هذا الشيء صار او تم تنفيذ هي الدارة. كود بسيط كتير بلغة الماتلاب، اسطر برمجية بالماتلاب. هلا شفنا كيف ممكن اعمل ادخال الرقمي والاخراج الرقمي، ديجيتال رايت وديجيتال ريد. هلا خلونا ننتقل على الاخراج والادخال التماثلي. الدارة المبينة مقاومة متغيرة راح تسمح لي بادخال قيم هبوط الجهد. دارة بسيطة ادخال تماثلي. نحن هنعمل دارة مماثلة لها، ادخال قيم درجة الحرارة. يعني راح الحساس درجة الحرارة راح يرجع لي قيمة هي درجة الحرارة. لهون بدي أنبه على شغلة، إنه مثل ما ذكرنا مبارح حساس درجة الحرارة ما بيرجع لي القيمة الحقيقية مباشرة. عندي معادلة تحويل لأحصل على القيمة. هلا مبارح بالوقت برمجنا للأردوينو هاي المعادلة حطيناها بالأردوينو، وبالتالي الأردوينو هو اللي راح يرجع القيمة الحقيقية، الماتلاب راح يقراها مباشرة. هلأ صار عندي ضرورة أن هاي المعادلة حطها بالماتلاب، لأنه عندي صار الماتلاب هو المسؤول عن إجراء العمليات والتحويلات كلها. خلونا أول شيء نجهز الدارة، بعدين نرجع نشوف المعادلة، بعدين نكتب البرنامج مع بعض بإذن الله. هلا رح نعمل الادخال التماثلي والاخراج التماثلي. طيب كيف ممكن هذا الشيء؟ اول شيء رح اوصل الليدات على البين 11 والبين 10 والبين 9. والبين
ستة والبين خمسة، دول بإمكاني أخرج عليهم قيام تماثلية. راح أوصل حساس درجة الحرارة على البين 3، رح أوصل التغذية تمام. هي صارت عندي الدارة جاهزة. أول شي راح ننفذ الإخراج التماثلي، A تساوي أردوينو، كوم 6، تم الاتصال مع الأردوينو، A دوت أنالوج رايت، بدي أحدد له رقم البين وليكن مثلا هلا البين 6 مع القيمة اللي هي مجال من 0 لـ255، راح أطلع 10. عفوا، أول شي لازم أحدد إنه هي أوتبوت، بعدين أخرج مود بين مود 6 output. هلا بإمكاني أعمل الإخراج الرقمي أو الكتابة التماثلية عفوا. نلاحظ اشتغل الليد الأحمر، لو عددت القيمة للمية بنلاحظ زاد توهج الليد، عند 50 راح يخف التوهج، عند 150 راح يزيد توهج، عندي الرينج لـ255 هيك أعلى قيمة، على الصفر رح يرجع يطفي. بنلاحظ إنه لو حطيت قيمة ولتكن 300 رح يعطيني خطأ error using Arduino analog write line 643 ببرمجة التابع بالتابع المسؤول عن برمجة الانالوج رايت، أن low value for analog output level، أن القيمة أعلى من القيم من الليفل المسموح فيه. The value must be integer for going from 0 to 255. وبالتالي بإمكاني صرت أخرج قيم تماثلية على بن على مجموعة البنات اللي هي 3 و5 و6 و10 و11 و9 و10 و11. ممكن نجرب على البين 9، نخرج قيمة ولتكن 100، لاحظ اشتغل الليد اللي جنبه 150. ممكن اخرج كمان على 10 قيمة خفيفة ولتكن 10، اضاءة خفيفة، ممكن نطلع 100 الى اخره. هلا انا بهالطريقة ارسلت اخرجت اخراج تماثلي. هلا بامكاني اعمل ادخال تماثلي قراءة عن طريق الحساس analog read عندي البين اللي موصول عليها حساس البين 3
بس قبل لازم حدد انه A dot lean mode 3 input. A dot lean mode 3 input. حددت انه داخلها لإمكاني إقرأ القيم. لاحظ رجع لي قيمة 574. مثل ما ذكرت عندي معادلة لازم أدخلها لحتى يرجع لي قيمة صحيحة لدرجة الحرارة. هلأ بنشوف كيف ممكن نساوي هذا الشيء. رح نكتب هلأ برنامج delete. نكتب برنامج بسيط للإدخال والإخراج التماثلي. هلا عندي البنات 3 و5 و6 و9 و10 و11، ما في تسلسل. فأنا رح أرجع أول شيء أخذ تحديد الحالة تبع البين. أقول له البين عندي 3، أو عندي هلأ هون أول شيء 5 output والستة output والتسعة والعشرة والإحداعش output. تمام. عندي البين input اللي هو البين 3. هلا ما عاد في داعي بقلب الحلقة حط الخمسة. هون لازم ضبط بس خوارزمية محددة مشان البينات، ما في مشكلة. هلا رح اشتغل بدون الفور. هلا حلو ليست ايكوال منيو. Determine output أو determine which LED want to LED to turn on. بين 5 بين 5 high value بين 6 high value بين 7 ما عندي 7 8 9 والبين 10 والبين 11. هلا if list equal 1 اللي هي البين 5، ف write analog write والقيمة لتكون 50 على البين 5. تمام. بعدين else if list equal to بين رايت على 6 لتكون القيمة 100 خلي المستخدم يدخل القيمة value
equal input value enter value هون راح اخلي بدل هذا value else if list equal 3 analog right لعد 9 else if list equal 4 لعد 10 else إدعش انت هلا بيع هذا بالنسبة للإخراج الرقمي راح نشوف كيف راح تنفيذ البرنامج تمام انتر فاليو طلب مني ادخل قيمة اللي بدي اخرجها فلتكن 45 طلع عندي المينيو هذا المينيو ديترماين ويتش ليد يو وانت تو تيرن اون فراح افرض انه بدي اخرج على الليد 9 ثاني خطا فاليو شو معرفها هون فال وليست فاليو بسيطة delete ايه تمام راح ارجع نفذ طلب مني قيمة 45 طلب مني أحدد البين اللي بدي أخرج عليها نفرض البين 9 لاحظ أنه اشتغلت البين 9 وطفت بشكل لحظي لأني حاطت delete تمام مباشرة مباشرة اشتغل led وطفى لو كنت حاطت البرنامج ضمن حلقة كان ممكن يستمر تشغيل لفترة أطول كيف هذا الشيء ممكن نساوي for i تساوي من الواحد للخمسة ورح أحط post واحد عند كل بالتالي الليد راح يشعل 5 ثواني ارجع نفذ عندي الفور بدا انت هلا راح يعطيني مشكلة انه تم الاتصال مع الاردوينو وما عمل ديليت لا والله ما اعطى مشكلة anyway 45 البين 9 بنلاحظ راح يستمر تشغيل 5 ثواني بعدين راح يطفي تمام نفس الشيء على الليدات الثانية خمس ثواني وحط في الليد
انا ممكن اعمل خوارزمية اللي بدي اياها، خليه ينتقل، خليه يعمل اشارة بي دبليو ام عندي بالنات تسمح باني اخرج بي دبليو ام. عندي الطريقة اللي بدي اياها، الفكرة واحدة بس الفرق بتصير بال حسب الخوارزمية، حسب الدارة اللي عندي، حسب الوظيفة اللي بدي اديها. هلا اذا نروح نكمل الدارة لادخال التماثل لدرجة الحرارة، خلونا نرجع للبرنامج اللي كتبناه امبارح، نشوف معادلات التحويل. تمام، هلا هي عندي معادلات تحويل الريدينج سيريال سيريال لوك، الفولتج القراءة ضرب 5 على 1024 تمبريتشر الفولتج على اوكي، يعني نقدر نقول هلا نسخن ونقارن. هلا حددنا اول شيء انه البين 3 هي انبوت، اول شيء راح اخذ الفاليو او احسميه فولتج تساوي A دوت انالوج ريد من البين 3. تمام، او خلينا نعدل، خلينا الريدنج مثل ما مكتوبه بالريدنج، والقيمة المقروءة راح تنضرب 0.5 راح تقسم على 24، والتمبريتشر هي فولتج ناقص 500 ناقص 1.5 ضرب 100. ديسبلاي تمبريتشر سيليزيوس كان قبل له display temperature is analog read 3 نلبين 3 راح ياخذ. تمام، حننفذ هلا البرنامج. طلب مني ادخل قيمة ولتكن 90، اخرج على البين 10، راح يوقف 5 ثواني، راح يضل شغال 5 ثواني، بعد 5 ثواني راح يرسل لي قيمة درجة الحرارة temperature is 243. في مشكلة بمعادلة التحويل، reading analog read 3 الفولتج reading ضرب نص. anyway الفكره هي الادخال الرقمي. هلا ممكن الادخال التماثلي، عفوا، هلا ممكن خلي رح نرجع على يرسم لي تغيرات درجه الحراره مع الزمن بشكل مباشر. رح نشوف مثال بسيط كيفيه كتابه برنامج. هذا على الطريقة اللي عملناها امبارح. طيب نكتبها مع بعض. ال 4i من الواحد نفرض ل 15 ثانية، بدي اياه
يجيب لي درجة الحرارة ويرسم تغيراتها مع الزمن. بلوت ما شفنا كيف معادلات التحويل. بلوت الاي اللي هي هون مثلا او خلينا نسميها تي. التي مع تمبريتشر سي. اللون إشارة تمام. و رح خلي عند كل خطوة يوقف 1 ثانية. رح ننفذ البرنامج. طلب مني قيمة تكون 110 على البين 6. اشتغل الليد الأحمر 5 ثواني رح يطفي. رح تبلش قيم درجة الحرارة بالرسم مع الزمن. بنلاحظ هون ملاحظة عم تطلع القيم، كان القيم مو دقيقة فيها مشكلة، بس الفكرة انه الرسم كيف عم يتم. هلا بس هون حابب نوه على شغلة، انا ممكن نحط hold on hold on هلا راح اشوف التغير بين ما بين درجة حرارة بين ثانية وثانية. خمس ثواني تمام. بنلاحظ درجة حرارة تقريبا ثابتة، نسبة الخطأ بسبب معادلات التحويل، بس الفكرة انه ممكن من خيارات الرسم بالماتلاب اوصل بين هاي النقاط واحصل على خط مستمر. هلا تعرفنا كيفية إجراء الإدخال التماثلي والرقمي والإخراج التماثلي والرقمي. شفنا كيف الإخراج الرقمي التماثلي كيف بتختلف إضاءة الليد حسب قيمة الإخراج الرقمي. بنلاحظ هون هاي الفكرة اللي كنت عم بحكيها، إنه لو أخرجت قيمة ولتكن 50 فرح تكون 20% من 255، يعني 5 القيمة، ورح تكون إضاءة الليد أشد من لو أدخلت 10 اللي هي هتكون 4%، إضاءة الليد رح تكون أخف. رح ناخد مثال تاني مثل المثال اللي سويناه امبارح، تحكم محرك دي سي، بس رح نكتبه مباشرة بالماتلاب. خلونا نجهز الدار أول شيء. عندي التقريض الترانزستور، احد ارجل الترانزستور على التقريض. عندي تغذية المحرك تمام، ونقطة التحكم. عندي نقطة التحكم عند المقاومة، راح اوصل على البين 9 لانه بيعطيني تماثل وبيعطيني رقمي.
أي برنامج بسيط للتحكم بحركة محرك تيار مستمر. أنالوج أي تساوي أردوينو كوم 6، صرنا بنعرف شو هي، بين مود أوتبوت اللي هو البين 9 من 1 to 5. أنالوج رايت 9 على البين 9 قيمة 100، و أنالوج رايت ديجيتال رايت لمدة 5 ثواني، بعدين ديجيتال رايت على البين 9 0، راح يوقف 2 ثانية ويرجع يكررها 5 مرات للحلقة. هنشغل لاحظ المحرك راح يشتغل لمدة 5 ثواني، راح يوقف ثانيتين، راح يشتغل 5 ثواني، راح يوقف ثانيتين، راح يتم تكرار العملية 5 مرات. ممكن أعيد نفس العملية بس بطرق تانية، تحكم بالسرعة، الإشارة اللي عم تطلع حسب الإشارة الأنالوج، ممكن تحكم بالاتجاه إلى آخره. خيارات بسيطة تعتمد على التطبيق وكيف التطبيق اللي عندي كيف تساوي. هاد كل شيء بيتعلق بالربط ما بين الماتلاب والأردوينو كيفية برمجته. هي مقدمة بسيطة على الإدخال والإخراج الرقمي. لسه في عندي إمكانية للتحكم بالمحركات، عندي توابع خاصة بالمحركات، في عندي خصائص كتيرة بالمكتبة السيميولينك بتسمح لي استفيد من الأردوينو واستفيد من إمكانية ربطه مع الماتلاب. هيك هلا راح نطلع على منصة جاري تطويرها للتحكم الكامل بالماتلاب بالأردوينو من خلال ماتلاب. هاي المين بروجرام، ديجيتال انبوت اوتبوت لما نشوفها كل واحدة لحالة، انالوج انبوت اوتبوت، ودي سي موتور درايف. نطلع أول شيء على البرنامج بشكل عام. الواجهة الرئيسية للبرنامج، من خلال هاي الواجهة بإمكاني اختار المنفذ التسلسلي الموصول للأردوينو عليه، وليكن مثلا عندي هلا الكوم 6 كونكت، راح انتظر لين ما يتم الاتصال.
تم إنهاء الاتصال Arduino successfully connected. صار عندي تفعل الـ disconnect والـ connect متصل. عندي حاليا تم تجهيز بنسبة كبيرة الـ input digital input output الـ analog input output والـ DC motor drive. السيرفو والستيبر لسه ما خلص البرنامج. راح نشوف أول شيء بما أنه واصلين دائرة الـ DC drive راح نشوف المحرك DC motor drive. Next. عفوا هون في بسيطة حرجع نفذه. تمام لساته connected. تمام هي واجهة الدي سي موتور درايف. بنلاحظ المخطط الدارة هون عم البين تحديد البين اللي بدي اخرج عليها. هون إذا بدي أرجع على الواجهة الرئيسية عن طريق الباك هون هتطلع لي الكاميرا تصوير للي عم يصير. فرح أسكر هون رح قل له على البين 9 Apply and View. ثاني خطأ أوكي بالكاميرا لأنه شغالة كانت من ال بعدها شغالة. تمام هلا رح أرجع له Apply and View. تمام شغل لي الدارة. رح يتم تنفيذ نفس على ما أذكر إنه نفس البرمجة إنه نفس الشيء رح يتم تنفيذ عدد من المرات بعدين إيقاف الحلقة عن طريق Stop. بإمكاني أخرج من الحلقة. عندي حلقة لا نهائية بتوقف بضغط Stop وبعدين بإمكاني أعمل Back ليرجع. تمام Stop وتوجل بوتوم مو بوش بوتوم يعني صفر واحد باك. رجعنا على الواجهة الرئيسية. بالواجهة الرئيسية هلا نجرب اعمل disconnect. هرجع اعمل connect. احوصل دارت digital input and output. حتى الواجهة digital input and output. عندي مشكلة خليني أذكر كل شيء. connect طيب اسكر البرنامج وارجع نفلو main program. كم ستة disconnect. ما عم ينجح الاتصال في مشكلة طيب رح أفك الأردوينو أفصله رح أرجع أوصله. connect تمام تم الاتصال. هلا digital input and output من خلال هاي النافذة بإمكاني أحدد عندي الاوتبوت والانبوت. هلا هاي النافذة مجهزة بس للإخراج لسه الإدخال ما انتهيت. راح أوصل الدارة. أظن الموضوع صار واضح للجميع. Thank you.
تمام، هلا راح احدد البنات الخارج اللي هي البن 3 والبن 4 و5. حلو ابلاي اند فيو، شغل الكاميرا بس ما طبق، ما اعطى 5، نتأكد من التوصيل. تقريض مو موصل، دقيقة بس لوصل التقريض. تمام، رح لاحظ انه عندي امكانية بشكل لحظي اني اطفي وشغل. 4 اشتغل، 5 طفى، 4 اشتغل، 5 6 اشتغل، 6 طفى. ممكن شغلهم كلهم حسب التوصيل. 7 موصول عندي كمان، بنطفيهم. وبنفس الطريقة هون عندي حلقة مفتوحة بشكل مستمر ممكن عن طريق الستوب اخرج منها. مثل الستوب راح اعمل باك، راح ارجع هلا انتقل على البرنامج الانالوج انبوت اند اوتبوت. كمان هذا مو جاهز لسه 100% بس شغال على ما اظن. الاوتبوت راح اخرج على 5 ابلاي اند فيو. هذا لسه مو جاهز برنامج الاخراج التماثلي، بس نفس الفكرة. راح احدد القيمة من خلال السلايدر، قيمة الفاليو الانالوج فاليو القيمة من المجال من 0 ل 255 مثل مبين. راح احدد بين الاخراج، راح اخرج قيمة، ممكن احدد بين الادخال ادخل قيمة درجة حرارة. ممكن من خلال هاي الصورة هون راح يتم وقت الادخال، لما يكون عندي قيم ادخال راح يتم استبدالها بمنحني، راح يتم رسم تغيرات درجة الحرارة مثلا مع الزمان او تغير الى اخره.